اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نتابع مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المره من الانستغرام اخترنا لكم حساب يهتم بتصاميم الازياء. خلينا نشوفه مع بعض. صراحة حسابات مختلفة متنوعة وفعلا لها تحير. ننتقل إلى موضوع ثاني أعزائي المشاهدين. في فصل الصيف الذي نمر فيه حاليا غالبا ما يعاني البعض من نزيف الأنف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. في التقرير التالي نتعرف على أبرز المسببات له وطرق الوقاية منه. خلينا نشوف هذا التقرير مع بعض. في مواقف كثيرة وأحيان كثيرة يتعرض الإنسان لنزيف الأنف، وهو كثيرا ما يحدث في فصل الصيف. وقد يكون النزيف من الجزء الأمامي من الأنف أو من الجزء الخلفي للأنف، وقد يحدث حتى أثناء النوم، وهو يصيب جميع الأعمار من الصغار والكبار، لكنه يصيب في الغالب الأطفال. أسباب النزيف عديدة، فقد يحدث النزيف بسبب جفاف الأغشية المخاطية للأنف، مما يؤدي لتهتك الأوعية الدموية والإعوجاج في حاجز الأنف، وقد يشعر الشخص بوجود حساسية بالأنف. كما أن العبث المستمر بالأنف قد يسبب النزيف بها، كما أن الإصابة باللوكيميا أو الهيموفيليا ووجود أورام حميدة أو خبيثة قد تؤدي للنزيف بالأنف، وفي كثير من الأحيان قد يتعرض الوجه للإصابة المباشرة مما يؤثر على الأنف. أما طرق علاج نزيف الأنف وطرق تقديم الإسعافات الأولية فمتعددة. أعزائي المشاهدين، كانت هذه أبرز أخبار مواقع التواصل الاجتماعي. برنامج سيدتي مستمر معكم لكن بعد هذا الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، أول روائية عربية في الخيال العلمي الطبي.